السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة 12 والأخيرة من اللقاءات الحية لمقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425 والمقررة على طلاب المستوى الثامن تخصص المحاسبة. الإخوة الأعزاء، طبعا احنا وصلنا لحد القوائم المالية، خدنا المرابحة، خدنا المشاركة، خدنا الاستثمار، خدنا المضاربة. النهاردة إن شاء الله هناخد بعض المناقشات حول القوائم المالية في البنوك الإسلامية والتي تعدها البنوك في نهاية الفترة. تعتبر القوائم المالية في المصرف من أهم مؤتمرات النظام المحاسبي، حيث تتضمن معلومات محاسبية تساعد العديد من الجهات مثل البنوك، المستثمرين وغيرهم. ماشي. أول حاجة حضرات، في حاجة اسمها العرض. القوائم المالية حضرات، كون القوائم المالية بتحوي المعلومات الخاصة بالشركة والناس تقرأها، هذا يعتبر عرض، يعني ده يعتبر إفصاح من البنوك وعرض قوائمه المالية وعرض لمعلوماته المالية على من يهمه الأمر. بالنسبة لي العرض هو كيفية تبويب وإظهار البيانات داخل كل قائمة أو في صورة جداول أو رسوم بياني، ده اسمه إيه؟ العرض، يعني عرض المعلومات المالية في القوائم المالية. أما الإفصاح فهو الإفصاح المقصود به تحديد حجم ونوع المعلومات التي يجب إظهارها سواء داخل كل قائمة أو في الإيضاحات. داخل كل قائمة المقصود بالقوائم المالية حضرات قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية. ده بعض انواع القوائم. يبقى اذا في هناك فرق ما بين العرض وهو كيفيه تبويب، ازاي تعرض القوائم الماليه، ازاي تعرض البيانات داخل القوائم الماليه. اما الافصاح فهو تحديد حجم ونوع المعلومات التي يجب ان تظهر في القوائم الماليه. في بعض القواعد حضرات لانتاج المعلومات، الاهميه النسبيه للجبهه الاقتصاديه، الافصاح الكافي، تحديد تخدم المستهدف في المعلومات، تحديد الاغراض المستخدم فيها وهكذا. طبعا دي اجزاء منخش في القوائم الماليه. طبعا القوائم الماليه حضرات لها اهداف، اهداف القوائم الماليه في المصارف الاسلاميه غرس الثقه لمتخذ القرارات، تحقيق عنصر السلامه الشرعيه، تحقيق التكامل وهكذا. اما القوائم الماليه في المصارف الاسلاميه حضرات هي قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية أو الأرباح المبقاة، قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة، قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات. طبعا معمولة حضرات في الكتاب عندكم مقارنة ما بين معايير المجموعة الكاملة للقوائم المالية المنشورة عن معايير المحاسبة الدولية، يعني جايب لك القوائم في البنوك وفقا للمحاسبة الدولية، جايبين القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة السعودية، وبعديها العمود الثالث القوائم المالية وفقا لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اللي هي موجودة في البحرين. ده عبارة عن الأنواع. ماشي. في أسئلة بسيطة حضرات في آخر المحاضرة، بيقول لي معلومات القوائم المالية تهدف إلى، معلومات القوائم المالية يهتم بها كل من البنوك المركزية، المستثمرين، اتحاد المصارف، كل ما سبق. الإجابة هي كل ما سبق. مفهوم الإفصاح يعني تحديد حجم ونوع المعلومات التي يجب إظهارها في القوائم المالية. العبارة صحيحة ولا خطأ؟ طبعا العبارة صح. القائمة التي تحتوي على نصيب كل من المصرف وأصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة من الدخل هي قائمة، طبعا اللي هي دال الدخل. ضمن اهداف القوائم الماليه في المصارف الاسلاميه تقديم راي فني محايد ولا غرس الثقه ولا كل ما سبق. ضمن اهداف القوائم الماليه
تقديم رأي فني، خلي بالكم، في أهداف القوائم المالية. أهداف القوائم المالية، بس كده لو جبنا الأهداف هلاقي الأهداف هي الآتي: أهداف القوائم المالية حضرات، غرس الثقة، تحقيق عنصر السلامة، تحقيق التكامل، تقديم رأي فني بجيد الإجابة كل ما سبق. غرس الثقة تنفع وتقديم رأي فني تنفع، فهو الإجابة كل ما سبق. بعد كده حضرات هناخد اللي هي قائمة المركز المالي. بص حضرات، قائمة المركز المالي فيها الآتي: قائمة المركز المالي تشكيلتها هي عبارة عن، موجودة عندكم حضرات في الكتاب، النقد وما في حكمه. الموجودات عبارة عن النقد، ذمم البيوع الآجلة، وتحتوي على ثلاث بنود: مرابحات سلم، مرابحات وذمم السلم، وذمم الاستثمار. دول اسميهم مجموع ذمم البيوع الآجلة. فإن قائمة المركز المالي هي عبارة عن الموجودات، هي عبارة عن النقدية وما في حكمها، زائد مجموع ذمم البيوع الآجلة. بعد كده في الاستثمارات، عبارة عن المشاركات والمضاربات وموجودات التأجير والمساهمات والأوراق المالية. بعد كده الموجودات الثابتة، موجودات أخرى جانب الموجودات. أما جانب حضرات الثاني وهو المطلوبات، فهو عبارة عن الحسابات الجارية، مطلوبات للبنوك، ذمم دائنة، أرباح مقترح توزيعها، مطلوبات أخرى. ده مجموع المطلوبات ومجموع الموجودات. بعد كده حضرات في حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة. بعد كده في حقوق الأقلية، في حقوق الملكية. حقوق الملكية حضرات عبارة عن رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقى. ده حضرات البنود بتاعت قائمة المركز المالي. طيب الأسئلة حضرات عن قائمة المركز المالي. قائمة المركز المالي لو جينا وبصينا حضرات على كيف تعد قائمة المركز المالي، في مثال عندكم محلول، ماشي، المثال محلول. طيب الأسئلة اللي هي ممكن تأتي اللي هي زي حضرات الأسئلة صفحة 180، 180 بيقول لي: من خلال بيانات المصرف تجد أن مجموع البيوع الآجلة يساوي كام؟ ده حضرات صفحة 180 أو 181. هو بيسألني أنا: من خلال بيانات المصرف نجد أن مجموع زمن أو مجموع البيوع الآجلة يساوي إيه؟ طبعا موجودة ألف وب وج ودال، لا شيء مما سبق. اللي موجود أمامكم يا شباب، سمعني وتكرمتوا، الصوت واضح؟ الصوت واضح يا شباب؟ نعم، تمام. طبعا أنا هنا في السؤال بقول: من خلال بيانات المصارف نجد أن مجموع البيوع الآجلة كذا، وفي أربع إجابات، ده شيء ممكن يكونوا أربعة، ممكن يكونوا ثلاثة. طيب لكن التمرين هيجي إزاي في اختبار؟ بيجي زي كده حضرات: فيما يلي أرصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر أحد المصارف وهكذا، وبعديها الأسئلة، وبعديها تيجي الأسئلة. فممكن نسأل عن مجموع ذمم أو مجموع البيوع الآجلة. شوف البيوع الآجلة كام، مجموع ذمم البيوع الآجلة كام. تمام، يبقى مجموع ذمم الآجلة مجموع معروفة بياناته تجمع الثلاث بيانات الخاصين. من خلال بيانات المصرف نجد أن مجموع الاستثمارات يساوي، يبقى لازم نعرف بنود الاستثمارات وتجمع. من خلال بيانات المصرف نجد أن مجموع حقوق الملكية يساوي، ماشي حضرات. يبقى إذن بالنسبة لقائمة المركز المالي حضرات، إن شاء الله، ماشي حضرات، بالنسبة لقائمة المركز المالي في الأرقام مش هنزيد عن اللي هو مثل هذه الأسئلة: من خلال بيانات المصرف مجموع زمن البيوع الآجلة، من بيانات المصرف مجموع الاستثمارات، مجموع حقوق الملكية، ومجموع المطلوبات أو مجموع الموجودات. ماشي حضرات، ده اللي هو على سبيل المثال بالنسبة لقائمة المركز المالي. ماشي حضرات،
بالنسبة حضرات للقائمة الثانية وهي قائمة طبعا ممكن مجموع الموجودات أو مجموع المطلوبات برضه. ده حضرات اللي هي قائمة المركز المالي. قائمة الدخل، قائمة الدخل حضرات لازم تلاحظ الآتي. بنقول قائمة الدخل إيرادات ومصروفات. أنا حال المثال أهي حضرات موجود عندكم ومحلول في المذكرة كاملا، ومعروفة حضرات مكونات قائمة الدخل ايه هي. بصوا حضرات المثال المحلول صفحة 187. الدخل من الاستثمارات المشتركة، دخل البيوع الآجلة، دخل الاستثمارات، جمعنا الاثنين اسميهم اجمالي الدخل من الاستثمارات المشتركة. عائد اصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة قبل استقطاع نصيب المصرف بصفته مضاربا، ونصيب المصرف من الدخل، وصافي عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة ونصيب المصرف من دخل الاستثمارات المشتركة كام؟ مركزين معايا يا شباب في هذه قائمة الدخل؟ اشرحها. قائمة الدخل معايا يا شباب؟ نعم ماشي. بص يا حضرات، مجموع اجمالي الدخل من الاستثمارات المشتركه اجمالي البندين دول اللي هو ذمم البيوع، دخل البيوع الاجله ودخل الاستثمار، جمعناه. بعد كده عائد اصحاب حسابات الاستثمارات المطلقه. الناس بتوع الاستثمارات المطلقه ليهم هذا المبلغ اللي هو ليهم 80% من العائد. ال 80% من العائد البنك ليه منهم 10% كمضارب. فاذا الإجمالي الدخل ده كله هيطلع منه كام؟ هيطلع منه 80% ناقص 10% اللي هو صافي عائد أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة. تمام؟ إن طرحناها من إجمالي الدخل، الباقي هو نصيب البنك. ماشي حضرات؟ الباقي هو نصيب البنك. تمام؟ هضربها مثال، هقول يا حضرات بفرض ان اجمالي الدخل من الاستثمارات المشتركه، انا هقول يا حضرات دخل البيوع الاجله بفرض 80 او بفرض 70، ودخل الاستثمارات بفرض انه كان كم؟ كان 30، فاجمليهم على بعض 100. لازم هناخد 80%. ماشي؟ عائد أصحاب الاستثمارات 80%، هتاخد 80% من 100%، هتطلع معاك ب 80. ترجع تشيل نصيب المصرف، نصيب المصرف بياخد 10% بفرض إن هو مضارب. فـ 10% دي هتطلع 8، يبقى إذا 80 ناقص 8 يعني 72، 72 نطرحها من 100 فباقيين كام؟ 28. 100 ناقص 72 باقيين 28، 28 هو نصيب المصرف. هم دول حضرات نصيب المصرف. ماشي؟ طب و 72 دول ايه؟ 72 دول هم صافي عائد اصحاب حسابات الاستثمارات المطلقه. بعد كده حضرات نصيب المصرف من داخل الاستثمارات المقيده بصفته مضارب تضاف. نصيب المصرف من داخل الاستثمارات برضه تضاف، ايراد خدمات مصرفيه يضاف. دخل المصرف عن الخدمات الذاتية يضاف، إيرادات أخرى يضاف، إجمالي إيرادات المصرف. تمام؟ يبقى كل البنود السابقة تضاف، وصلت أنا لإجمالي الإيرادات. طيب ماشي. إجمالي الإيرادات هطرح منه المصروفات يديني، يعني إجمالي الإيرادات أطرح منه ناقص المصروفات هيديني حضرات صافي الدخل. بس قبل الزكاة والضرائب. قبل
الزكاه والضرائب. طيب الزكاه والضرائب كان زي ما تطلع، بفرض ان انا وصلت لصافي الدخل قبل الزكاه والضرائب، صافي الدخل قبل الزكاه والضرائب، هفترض معاكم ارقام بسيطه بس انا وصلت لها، عندك هنا 11,488,316، انا هفترض ان صافي الدخل قبل الزكاه والضرائب 11. بفرض حضرات انه الزكاه والضرائب، بفرض انه الزكاه والضرائب كانت وليكن هنقول 3، ماشي، يبقى اذا صافي الدخل قبل حقوق الملكيه، قبل حقوق الاقليه، قبل حقوق الاقليه هو ايوه 8، شكرا، هو قبل حقوق الاقليه هو نفسه اللي هو صافي الدخل بعد الزكاه والضريبه، هو. طيب لو انا شلت حقوق الاقليه وليكن كانت 1، لو شلت انا حقوق الاقليه وليكن كانت، يبقى اذا صافي الدخل القابل للتوزيع 1، اطرحها من 8 يبقى 7، تمام. طب ماشي، طب انا شرحت معاكم هذا الشرح، ماشي. طيب اذا انا سألتك وقلت لك الآتي، صافي الدخل قبل الزكاة 11، ماشي، وصافي الدخل قبل حقوق الأقلية 8، وحقوق الأقلية 1، احسب قيمة الزكاة والضريبة واحسب صافي الدخل القابل للتوزيع. هل دي صعبة؟ في هذه الجزئية بالذات، ماشي؟ حد يعرف يحسبها؟ أيوة، هتلاقي الزكاة 3 وهتلاقي حقوق الأقلية 7، سوري، إيصاف الدخل قبل التوزيع هيطلع 7، صح؟ عملنا إيه؟ ان احنا خدنا ال 11 دي، طرحنا منها 8 توصلنا الى 3، وخدنا ال 8 دي طرحنا منها 1 توصلنا الى 7، تمام. طيب طبعا ناهيك عن، ممكن يا حضرات انه يكون في سؤال خاص بي اللي هو اذا كان دخل البيوع الاجله ودخل الاستثمارات مثلا 100، وعائد اصحاب الاستثمارات المطلقه 80، ونصيب المصرف 10%، فما هو صافي عائد حسابات الاستثمارات المطلقة؟ تمام؟ ما هو نصيب المصرف من دخل الاستثمارات المشتركة؟ لازم أعرف أحسبها، ماشي حضرات؟ تمام؟ هتيجي تبص، يبقى احنا هنسأل في هذه يعني النقطتين دول وفقا لتبادل وتوافق ليهم، زائد انه اذا كانت الايرادات كذا والمصروفات كذا، يبقى اذا صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب كذا. تعالوا نشوفوا هنا في مثال اهو، بافتراض بيانات التمرين السابق في هذه الحالة يكون اجمالي الدخل من الاستثمارات المشتركة، المثال صفحة 189، 189 اهو، مثال بسيط جدا، وبيقول لك في هذه الحالة يكون اجمالي الدخل من الاستثمارات المشتركة. يبقى اجمالي الدخل من الاستثمارات المشتركة هو عبارة عن دخل البيوع الآجلة زائد دخل الاستثمارات، ماشي، حاجة. طيب بعد كده في هذه الحالة المخصصات تعالج على انها معروفة، المخصصات حضرتك تعالج على انها مصروفات، عبارة صحيحة ولا خطأ؟ بافتراض نفس البيان السابق اختار صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب لا يختلف عن صافي الدخل قبل حقوق الأقلية. السؤال 4، صح ولا خطأ؟ خطأ، ماشي. عمود خطاب الضمان المحصلة تعتبر ضمن ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟
ايه اللي حصل؟ ان انا جبت حاجه غريبه مش تبع الموضوع، مش تبع المحاضره يعني. بس عمول خباب الضمان حضرات الاجابه جيل ايراد خدمات مصرفيه. طيب سته، نصيب حقوق الاقليه في الربح يجب ان يطرح قبل توزيع الارباح. سته، الاجابه هي سته، اجابتها سته، اجابتها صح. ماشي. سبعة، الاستهلاكات تعتبر ضمن في قائمة الدخل، الإيرادات ولا المصروفات ولا الإيرادات الأخرى؟ طبعا المصروفات. ماشي. طبعا يا حضرات ممكن في هذا يجي المثال أو السؤال إنه من خلال بيانات التمرين السابق نجد أن ماشي عائد أصحاب الاستثمارات المطلقة، إذا كان عائد أصحاب الاستثمارات المطلقة 80% ونصيب المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة بصفة دي مضارب 10%، فما هو عائد أصحاب حسابات الاستثمارات المطلقة؟ أعرف أحسبها. أيضا ما هو نصيب المصرف من دخل الاستثمارات المشترك؟ ماشي تمام. نخلص بالمرة. طبعا في أسئلة كثيرة حضرات على هذا الجزء، ناخذ بالمرة اللي هو الجزء الخاص بالمحاضرة الثانية دي اللي هي قاعدة التدفقات النقدية. بالنسبة للتدفقات النقدية حضرات عندنا ثلاث أنشطة، تشغيل استثمار تمويل، تشغيل استثمار تمويل. احنا مش هنقدر نقول لك هذا هو تمرين واحسب لنا أنشطة التشغيل كام وأنشطة الاستثمار كام وأنشطة التمويل كام، هتعوز تسوية وهكذا. فالأسئلة هتكون تدور حضرات حوالين ما هي أنشطة التشغيل، ما هي أنشطة الاستثمار، ما هي أنشطة التمويل. يعني أنشطة الاستثمار هي عبارة عن تدفقات نقدية داخلة خارجة وداخلة من شراء استثمارات عقارية أو ممتلكات أو معدات سواء شراء أو بيع. فإذا كان السؤال أن شراء استثمارات عقارية يعتبر ضمن أنشطة الاستثمار، أنشطة التشغيل، أنشطة التمويل، تمام؟ لحاجة تدفقات أنشطة التشغيل حضرات، أنشطة التشغيل مثلا تدفقات صافي النقدية الداخلة والخارجة من نشاط التشغيل للمصرف. تشغيل المصرف يعني ايه؟ يعني في ودائع، في حسابات جارية، في أنشطة استثمار، في مضاربة وهكذا. فأنا لو قلت حضرات مثلا سؤال على عن تدفقات صافي التدفقات النقدية الخارجة أو الداخل، لو قلنا إنه الزيادة في أو النقص في المولدات والمطلوبات المرتبطة بالتشغيل، الزيادة في ودائع الحسابات الجارية أو الزيادة في الحسابات الجارية أو النقص في الحسابات الجارية، ده يعتبر تبع أنشطة التشغيل ولا أنشطة الاستثمار ولا أنشطة التمويل؟ تشغيل. ارجع على السؤال تاني، سؤال رقم واحد اللي كان قبل كده، شراء عقارات تعتبر ضمن انشطة الاستثمار ولا التشغيل ولا التمويل؟ عقارات. طيب زيادة في رأس المال تعتبر ضمن انشطة الاستثمار، صح ولا غلط؟ خطأ. يبقى الزيادة في رأس المال تعتبر تبع أنشطة التمويل. طبعا بالنسبة حضرات لقائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، السؤال هيبقى عبارة عن نشاط معين وهو يتبع ايه؟ يعني النشاط ده بيتبع تشغيل ولا استثمار ولا تمويل؟ أما قائمة التغيرات في حقوق الملكية فهي ك
كالآتي: حقوق الملكية حضرات هي عبارة عن رأس المال والاحتياطيات والأرباح. إيه اللي بيحصل؟ آخر السنة بيكون في أرباح، هذه الأرباح بتوزع، الجزء بيوزع على المساهمين وعلى الإدارة، جزء بيروح الاحتياطيات، جزء بيروح ممكن جزء حضرات يضاف يرسمل يضاف إلى رأس المال. فدائما الأسئلة بتتمركز حوالين هذه التغيرات. الاحتياط القانوني أول السنة كان كذا، طب بعد التغيرات يصبح كام أو بعد الإضافات؟ احتياط القانوني، الاحتياط العام، الأرباح المبقاة ورأس المال المدفوع وهكذا. في مثال يا حضرات محلول عندكم في الكتاب أهو، اللي هو لو عندك الجهاز أو على التليفون، اللي هو قائمة التغيرات في حقوق الملكية اللي هو باللون الأخضر، اللي هو المطلوب إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية، اللي هو السؤال صفحة فيما يلي، صفحة 195 عندي هنا: فيما يلي أرصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر أحد المصارف الإسلامية، أرصدة في بداية الفترة عام 210، أرصدة في نهاية الفترة عام 210، أرصدة في نهاية الفترة 2011، وبعديها بيقول لك المطلوب إعداد قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 و 31/12/2011. إيه اللي حصل هنا؟ 2010 هجيب لها رصيد أول وآخر، ورصيد آخر بتاع 2011/2010 هو يعتبر رصيد أول 2011. بصوا كده حضرات على الآتي: تلاقي رأس المال المدفوع 60 مليون زي ما هو بالنسبة لسنة 2011، لكن 2010 حصل في تغيير. احتياط العام شوف ايه اللي اتضاف له، احتياط القانوني ايه اللي اتضاف له؟ الأرباح المبقاة. طيب لما نيجي حضرات نحل هذا المثال، لو انا عايز احله بصوا كده بسرعة، هناخد مش هنغيب في كتير عشان ناخد التدريبات اللي عليه. رأس المال المدفوع في عام 2010 110 ألف، أرباح مبقاة احتياطي قانوني، أرصدة في نهاية الفترة، صافي الدخل الأرباح الموزعة الاحتياطي القانوني الأرباح المرسملة. الأرباح المرسملة حضرات هي اللي بتضاف على رأس المال. بالأرباح المرسملة اللي هي 20,000 دي هتلاقيها ضافت عندك على رأس المال. والجزء اللي راح الاحتياط القانوني يتزود بالاحتياط القانوني. وبعديها جمع رأس المال المدفوع، جمعه في 31 ديسمبر 2010. شوف الخط اللي تحت اللي هو 31 ديسمبر 2010 هو حضرات اللي في 1 يناير 2011. ركز كده في 2011 اللي حصل. الأرباح المرسملة 120 زائد 20 بقت 140، ماشي. الأرباح المرسملة صحت لها مبلغ ثاني 60، أصبحت 200. الاحتياط العام ما زادش في سنة 2011، الاحتياط القانوني زاد. طب ايه الأرباح المبقاة؟ الأرباح المبقاة هي عبارة عن أرباح السنة مطروحا منها أرباح مرسملة، أرباح موزعة على المساهمين، أرباح مضافة للاحتياطيات، وأخذ الباقي وأضيفه على رصيد الأرباح المبقاة. تعالى حضرات وشوفوا هذه الأرصدة، تمام؟ طيب عايز أخذ مثال بسيط عليها حضرات، دي اللي موجود عندكم تحت. رأس المال المدفوع 35 مليون اللي هو صفحة 197، الأرباح المبقاة 5 مليون، صافي الدخل 8,248,000، 1,908، احتياط القانوني 8,248,898، الاحتياط العام 8,248,000، الاحتياط العام 824,890. في نهاية الفترة صافي الدخل أرباح موزعة احتياطيات المطلوب إعداد قائمة التغير، خلينا في اختيارات. بناء على التمرين السابق يكون رصيد الاحتياط القانوني كام؟ ألف ب ج د، رجاء التركيز
الحل، لو حد يحل من هذا ياخد درجة مشاركة. الاحتياط القانوني كام؟ ألف ولا بين ولا جيم ولا دال؟ السؤال، الاحتياط القانوني يحسبه ازاي؟ أجيب رصيد الاحتياط القانوني اللي عندي، كام الاحتياط القانوني؟ أهو 824,898، يعني 824,898. الاحتياط العام زيه، طب ايه اللي حصل عليه؟ انه في الاحتياطيات خدت 1,719,068 توزع بالتساوي، اخذ المبلغ ده اقسمه نصين واضيف نصه للاحتياط القانوني، يطلع معايا الرصيد الجديد 16,000. 1 2 3 1 2 3 وفاء 16,600,000. والله انا ما حسبتهاش بس قد تكون صح، او ممكن يكون المثال المحلول ده فوق او في المحاضرات يعني. ماشي، اذا كنتوا انتم متفقين عليها هذا ماشي. طب حله جاي ازاي؟ حله جاي ازاي يا حضرات؟ هاخد الاحتياط القانوني اللي فوق زائد 50% من الاحتياطيات دي اللي هي 1,719,068، دي اقسمها على 2 واضيف نصها للاحتياطي القانوني. ولو عايز اعرف الاحتياط العام نفس الوضع، اخد الاحتياط العام واضيف له 50% من المبلغ ده. طيب الارباح المبقاه كام؟ الأرباح المبقاة حضرتك تاخد الأرباح كلها اللي هي صافي الدخل كله ده، وتطرح منه الآتي، تطرح منه الأرباح الموزعة، وتطرح منه الاحتياطيات، الناتج تضيفه على 5,000,000 اللي فوق. ثمانية سبعة ستة يعني هيطلع 6,876,269. انا مش عايز احسبه، لكن هذا السؤال في الكتاب صفحة 197 وصلتوا يا شباب؟ طيب في الاختبار حضرات قائمة التغيرات في حقوق الملكية عندك صفحة 200، ماشي ما في مشكلة. هنا حضرات لابد انك انت المقرر كل حضرات هيكون متمثل في الاختبار في قائمة المركز المالي، في عنها اسئلة، قائمة الدخل في عنها اسئلة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية في عنها أسئلة، قائمة المركز، قائمة التدفقات النقدية، قائمة الاستثمار المخصص، كل القوائم دول حضرات بيكون عليهم أسئلة. بالنسبة لقائمة التغيرات في حقوق الملكية اللي أنا لسه فيها أهو، أنا بقول الآتي، لما يجي حضرات بيانات زي كده وعايزك تحسب الاحتياط القانوني تحسبه إزاي؟ أجيب رصيد الاحتياط القانوني السابق اللي هو فوق السنة، وأضيف عليه ما يخص من التوزيع من الربح. أسئلة المحاضرة 30، نعم. طيب الاحتياط العام نفس الوضع. طيب الأرباح المرسملة رأس المال هو عبارة عن رصيد رأس المال في بداية السنة زائد أي أرباح مرسملة، يعني اضافت إلى رأس المال. طيب هتتبقى معايا مشكلة في الأرباح المبقاة، كيف تحسب؟ الأرباح المبقاة هي عبارة عن رصيد الأرباح المبقاة في نهاية السنة زائد مضاف إليها المتبقي من أرباح نهاية السنة بعد التوزيعات المختلفة. إيه هي التوزيعات؟ سواء كانت احتياطيات، رسملة، توزيعات على المساهمين، على الإدارة. واضحة يا شباب؟ تمام؟ ماشي.
أما بالنسبة لقائمة قائمة بسيطة حضراتها اسمها قائمة التغيرات في حساب الاستثمار المخصص، قائمة بسيطة حساب الاستثمار المخصص اللي هي استثمارات لدى البنوك، ما فيش غير عندي ثلاث بنوك، مجموع حسابات الاستثمار المخصص إجمالي الدخل أطرح منه حصة البنك يديني صافي دخل أصحاب الاستثمار المخصص خلال السنة. يعني ثلاث بنود اللي هم إجمالي الدخل بيتشال منه حصة البنك كمضارب، الباقي هو صافي دخل الاستثمار المخصص. ماشي يا شباب؟ في قائمة التغيرات في حساب الاستثمار المخصص حصة البنك كمضارب للمخصص، كمضارب للاستثمار المخصص تطرح من للوصول إلى صافي دخل الاستثمار المخصص خلال السنة. ألف ولا ب ولا جيم؟ ب اللي هو إجمالي الدخل. ماشي تمام. عايز بس اخد بعض الاسئله وادخل على اللي هو الجزء الخاص ب المصطلحات، ما قدرتش ارسلها من اول امس من المحاضره لان المنتدى مش عارف افتح المنتدى يعني، او يبدو ان هو في مشكله، فانا هقولها لكم قولا ان شاء الله يا رب العالمين. التمارين دول حضرات اللي احنا خدناهم اللي هو بناء على بيانات التمرين السابق يكون مصد الاحتياط القانوني، الاحتياط العام، الارباح المبقى، الاستثمار المخصص. اذا كان اجمالي الدخل خلال السنه من الاستثمار المخصص، اذا كان اجمالي الدخل من الاستثمار المخصص $390,000 وحصة البنك كمضارب من إيرادات حسابات الاستثمار المخصص $90,000، فإن صافي دخل أصحاب حساب الاستثمارات المخصص هو $390 ولا $480 ولا $345 ولا 300. طبعا 300. ليه؟ انت خدت الاستثمار المخصص الدخل كله وطرحت منه ايه اللي هو صافي دخل تمام. إذا كان صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة يبلغ $11 مليون وتبلغ الزكاة والضريبة $2 مليون وكانت حقوق الأقلية $600,000 فإن صافي الدخل قبل حقوق الأقلية يبلغ $1 وصافي الدخل قابل التوزيع يبلغ $1 بدون خيارات، بدون خيارات سيبها معاكم اهي. كان 11 مليون الضريبة 2.5 مليون فإن صافي الدخل قبل حقوق الأقلية يعتبر كم؟ وبعديها حقوق الأقلية $600,000 فإن الدخل القابل للتوزيع هو كم؟ $8.5 مليون ممتاز.
إذا كانت حقوق الأقلية 600,000 يعني الدخل القابل للتوزيع 7,900,000 ريال، تمام. طيب إذا كانت الأرصدة التالية مستخرجة من دفاتر أحد المصارف، رأس المال المدفوع 350 مليون، الأرباح المبقاة 5,731,000. الاحتياط القانوني 824,898، الاحتياط العام 824,890، وبلغ صافي الدخل في نهاية العام 8,595,337، الأرباح الموزعة منه 5 مليون، ويجنب مبلغ الاحتياطي قدره 1,719,068. في هذه الحالة تكون الأرباح المبقاة في نهاية السنة هي كام؟ 6,876,269، ولا 6,880,731، ولا 5,880,469، ولا 6,880,000؟ ستة مليون، ما شاء الله، ستة كم؟ بص يا حضرات، الأرباح المبقاة أنا ما عنديش حله، بس الأرباح المبقاة هي كالآتي: الأرباح المبقاة هي رصيدة في الأول 5,003,731 ريال، زائد افتح قوس خد صافي الدخل في نهاية العام اللي هو 8,595,337، اطرح منه الأرباح الموزعة واطرح منه الاحتياطيات، ماشي؟ والناتج ده بعد الطرح تضيفه له 5,003,731، ماشي؟ ده احتمال تكون الإجابة الأخيرة 3,880، احتمال. مفهوم الإفصاح المحاسبي في المصرف يعني تحديد حجم ونوع المعلومات التي يجب إظهارها في القوائم المالية للمصرف، صح ولا غلط؟ صح. طبعا انتوا سبتوا السؤال الأولاني عشان عايز حسابات ياما. طيب فيما يلي: أرصدة حسابات المستخرجة من دفاتر أحد المصارف، النقد ما في حكمه؟
95 مليون، زيما من المرابحات 2 مليون، زيما من الاستصناع 1,004,780، زيما من السلم 800,000، الأوراق المالية 1,000,000، المطلوبات للبنوك 1,200,000، المولدات الأخرى 322,000. من خلال البيانات السابقة نجد أن مجموع زمم البيوع الآجلة يساوي كام؟ يساوي نقط ريال. كام يا شباب؟ 380 4 8 8 0 هي ما حسبتهاش، بس ربما تكون 4 7 8 0 او 4 8 8 0 ممكن. طيب ما احنا لو جمعنا الزمن ادي اصفار 0 معرفش 880 ليه، المرابحات 2 مليون، الزمن الاستصناع 780، السلم 800,000. الثاني 780، ما تراجعوها يا شباب بكمل. كام يا شباب؟ ايوه كام يعني؟ نجمع الزمن كام يعني؟ كام 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 ها اجمعوها. طيب بالنسبة لل صلى الله عليه وسلم المصطلحات، حاضر المصطلحات الله المستعان. عايز اشوف كده بس حاجة اللي هي انا بعمل حاجة كده يمكن تظهر معايا. هي فين اسمها ايه يا ربي؟ انا عايز احملها لكم بس اسمها 129. طيب انا معكم اهو على بال ما في حاجه بتتحمل كده يمكن توصلكم ان شاء الله. مساحة بقى المصطلحات المصطلح الاول assets total investment، المصطلح الثاني banking services، المصطلح الثالث cash and cash equivalents، المصطلح الثالث commercial bank، ماشي يا حضرات؟ انا بحملها لكم اهو، احتمال تحملوا عندكم وتشوفوهم قدامكم.
اهم انا جايبهم في اخر المحاضرة دي. شايفينهم يا شباب؟ تمام. طيب في بس شريحة تاني ظاهرين. نعم كويس الحمد لله. في شريحة تاني، شوفوا كنتوا هتحملوها دي او هتتصرفوا معاها ازاي عشان بس الشريحة التانية. نعم ماشي. خلي بالكم هم 10. لا 11. طبعا في بعض الحاجات يا حضرات، حاجات يعني حلوه كده هتلاقيها ان شاء الله حلوه في النظر. تلاقي جزء نظر ان شاء الله. الشريحه اللي قبلها لو سمحت، ليه؟ ما عشان انتوا كنتوا صورناها، رجعت في كلامكم ليه تاني؟ حاضر. نعم طيب ان شاء الله حضرات في الاختبار هتلاقي سؤال او اثنين بس مصطلحات، سؤال او اثنين مصطلحات. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. شكرا لكم جزيلا. انتظر منكم اي استفسار، لو في اي استفسار حاضرين. نظري ممكن تلاقي برضه جزء نظري، يعني مثلا هتلاقي حاجة في قواعد الفقهية، في أهداف المحاسبة، هتلاقي برضه بعض النظري في الأول يعني، ولا نص نص، لا العملي نص نص. إيه؟ محاسبة، نحن محاسبين، نحن محاسبين، بس هتلاقي كده سؤال ولا اثنين ولا ثلاثة يكونوا حلوين كده سهلين يجاوبهم أي حد يعني. فما تقلقوش، الاختبار إن شاء الله في مستوى الطالب العادي، وهذه المادة وهذا المقرر يعتبر مقرر تقدير، وخاصة للناس اللي بتحضر وملازمة لا يقل عن امتياز ان شاء الله. هنتظر منكم اي استفسارات على المنتدى، ربنا ييسر بس تشتغل المنتدى. اي استفسارات الان تحت امركم. طبعا الاختبار عملي لكنه فيه نظري، بس النظري مش كتير يعني.
يعني مثلا الشاشة اللي قدامكم اهي عمود خطاب الضمان المحصلة تعتبر ضمن، انا دي يعتبر نظري. نصيب حقوق الاقليه من الربح حاجب رقم توزيع الارباح نظري. الاستهلاكات تعتبر ضمن نظري. دي حاجات كلها سهله. القيود معنا طبعا معنا كل حاجه شرحناها يا شباب، لكن لا تقلقوا باذن الرحمن هذا مقرر تقدير، فلا تقلقوا ان شاء الله. يا شباب كل انواع الاسئله اللي خدناها هتلاقيها موجود منها في الاختبار. هتلاقي قيود يوميه، وتلاقي صح وغلط، وتلاقي طبعا اختيار متعدد ونظري وعملي وحسابات وكل. لكن اقدر اطمنكم بالنسبه للحضور لا يقل عن امتياز ان شاء الله مستواكم باذن الرحمن. اي استفسار يا شباب؟ شكرا لكم طلاب المستوى الثامن تخصص محاسبة، كنا معكم في مقرر محاسبة محاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425، وساعدنا معكم طوال الفصل الصيفي، ونتمنى أن يكون الاختبار عند حسن ظنكم والتقدير إن شاء الله يكون امتياز لكم جميعا. نتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية، وتفضلوا مشكورين في حفظ الله، وفي انتظار أي استفسار منكم على المنتدى، وكل عام وأنتم بخير.